السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. عم الحاج. مرحبا لاله زهراء. مبروك العواشر. الله يبارك فيك. الله يخليك، الله يعطيك صحتك، والله يطول لك في العمر ديالك. بغيتك تبدا معايا، راني عيانه شويه. لا اله الا الله. كنعاني من الاكتئاب والعصاب والوسواس القهري. الله 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 الله. اي يا عمي الحاج، وانا دابا من دابا شي 9 سنين وانا كنشرب الدواء وكنقطعو، راك عارف هذاك الدواء ديال الاعصاب كيرحيني وكيمرضني بزاف، وما كنقدرش نحطها على وليداتي ولا والو. الله يفرج عليك يا رب. الله يفرج عليك. امين يا ربي. ودابا قبل رمضان بشي 5 ايام كنت حيدت الدواء، وليت واخا كتشدني واحد الدوخه واحد الاكتئاب مع الوليدات ديالي. كنحاول كنطلب الله عز وجل الله يشافيني ويعافيني، وبغيت تعاوني بالدعاء ديالك عمي الحاج. يا ربي يا لاله زهراء، يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. الله يفرج عليك لاله، الله يفرج عليك. لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا لك لاله زهراء، وتحيه كبيره لكل ساكنه اقليم بني مسكين. الجهاز العصبي والجهاز النفسي هذا ايه من ايات الله، هكذا يمكن ان نعالج قضيه الاضطراب النفسي. انظر اليه انه ايه من ايات الله. ربنا عز وجل تكلم على النفس البشرية، وتكلم سبحانه وتعالى عن عدة أمور مرتبطة بهذه النفس، فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه نفس غريبة. مرة تكلم ربي عز وجل عن النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. مرة أخرى تكلم عن النفس المطمئنة فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس البشرية غريبة جدا، هي خلق من خلق الله. هكذا طريقة العلاج بالاضطراب النفسي، دائما ننظر إلى الأشياء على أنها خلق من خلق الله. حتى بالكورونا، الفيروس ديال الكورونا كاين اللي كيعتبروا بأنه فيروس قاتل، الفيروس السام، الفيروس التاجي، الجائحة المدمرة. يتخلع. لا نسمو حنا كورونا هو خلق من خلق الله، هذا واحد الميكروب، واحد الفيروس خلق الله تعالى، هو عبارة عن خلق من خلق الله. لا نخاف منه. مثل الجن والعفاريت كاين اللي كيسمعهم كيرتعش، ما نخافش منهم، تما خلق من خلق الله. أي شيء وقع في الوجود خلق من خلق الله. توقف أمام شي واحد مسؤول كبير مستبد وديكتاتور وربما تجيك الخلعة، ما تخافش، هو خلق من خلق الله. هكذا كل ما دون الله هو خلق من خلق الله. من هو الله؟ كل ما دون الله هو خلق من خلق الله. كاين الوجود في الله جل جلاله، وما دونه خلق من خلقه، وكلهم على حد سواء. لا فضل لهذا على هذا إلا بمقدار ما يتبع أمر الله. مثلا فيروس كورونا الآن هو ربي بعثه لغاية هو يقوم بها. أنا كنعتبر فيروس كورونا هو عبارة عن جندي من جنود الله، بعثه الله تعالى برسالة لكي يطبقها في زمن معين وفي أمكنة معينة، ولله الحكمة البالغة. وفيروس كورونا كيطبقها، قال لي الله تعالى غتمشي غتضرب فلان وفلان وفلان وهذه الجهة وهذه الجهة، هذه الجهة اللي هي صبرت تكون محتسبة وربي غادي يعطيها جزاء عظيم، واللي طاغت ربما قد يكون عليها عقاب إن لم تتوب قريبا إلى الله. كل حاجه راه كل شيء بامر الله. الا خديت التفكير هكذا الحياه غتبقى الحياه بسيطه جدا. وكلما اقتربت من الله تعالى بالدعاء واقتربت منه بالصلاه وبالذكر وبالابتهال والتضرع كتشعر عندك الشحن. اشنو هي البطاقه ديال الشحن؟ احنا البشر راه بحال السياره خاصها الشحن ديال المازوت وديال الليسونس، بحال الهاتف النقال خاصو الشحن ديال الكهرباء وخاصو الشاحن ديال البطاريه باش يتكلم. هكذا حنا البشر عندنا الشحن. الشحن ماشي دائما هو التغذيه المتوازنه،
هذا الشحن ديال الحركة وديال المزاولة العمل. لكن هناك الشحن ديال الإيمان هو أخطر شحن. راه كاين الناس عقلاء وكبراء في المقام وكيفهم في كل شيء ولكنه يستعلي عن الله فلا يتلقى الشحن الإيماني، فكتلقاه في أول نكبة كتلقاه يرتعد وكتلقاه ينكسر وكتلقاه يخسر الكثير. لابد أن نحرص، حنا كبشر خصنا نحض الشحن الإيماني. الشحن الإيماني نأخذه بالقرب من الله. وأعظم طريقة للشحن الإيماني وهي أن الإنسان يقترب من مولاه هو السجود، أسجد واقترب، أسجد واقترب. هكذا كان يقول ربنا سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ملي كتسجد لله كتقرب من طاقة، طاقة الإيمانية كتقوى، وبالتالي علاش غنشعر بالاضطراب؟ غنخاف؟ مش غنخاف، نخاف من زمان. وشكون اللي خاف من السجود؟ باقي شي زمان دابا في زمن الكورونا. لاحظوا بأن في زمن الكورونا الناس اللي كان عندهم الجن وعندهم العفاريت وعندهم كل شيء مشى، ما بقاش. حتى الجن خاف، حتى الجن هرب، ما بقاش كيشير عندهم. مما أخاف؟ أخاف من الفقر. وراوا دول عالمية الآن كانت كتحكم في اقتصادية العالم صارت الآن مرتبكة اقتصاديا وعندها ديونية خارجية وعندها ارتباكات كثيرة. أخاف من من؟ من الموت. واجب علينا الخوف لا ينبغي أن يكون عند الإنسان إلا من الله وحده لا شريك له. نعم نخاف من غضبه ونخاف من سخطه ونخاف أن يولي وجهه علينا. أخوف ما يخاف المؤمنون أن لا ينظر إلينا بوجه الكريم. ربي عز وجل يتكلم عن أهل الإيمان يقول لك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذو أهل الله سعداتهم، يا رب اجعلنا منهم. وكان في أثانية الله ما يبغيهمش، قال لك ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا معذب أليم. ثلاثة ذكرهم بصيغ متعددة. وقالوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون. أن ربك ذا الحجاب بينهم وبينهم، الله يسترنا وإياكم. هذا اللي نخاف منه فقط، لا نخاف إلا من غضب الله وعقاب الله ورد وجهه الكريم علينا. أما دون ذلك لا نخاف، اللي جات مرحبا بها واللي مشات ربي عوض منها، الله كريم. سيدنا النبي كيقول لا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخشى من ذي العرش إقلالا. الخير موجود. أنا كنسمع دابا التقارير الصحفية والإعلامية، العالم مقبل على فقر وعلى جائحة وعلى كذا وعلى ديون خارجية وعلى، والله لا أصدق هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذه أرقام حسابات كمبيوتر، وكينسوا بأن الله سبحانه وتعالى الفياض الرزاق المعطاء الكريم الجواد، اللي بغى سبحانه في لحظة في لحظة في لحظة يعطي من يشاء. احنا الحمد لله في مغربنا العزيز عدنا الخير موجود، عدنا الفلاحة وعدنا الفصفة وعدنا الصيد البحري وعدنا الصناعة وعدنا الخدمات. ولكن بعض الدول الأخرى التي لم تكن تعتمد إلا على الطاقة البترولية أو الغازية رأى الآن في وحلة، في ورطة كبيرة جدا. احنا الحمد لله في مغربنا العزيز نحمد ربي ونشكره، رأى الوضعية ديالنا ممتازة. أنا عن نفسي لما أتبع الأحداث لا أشعر بالخوف ولا بالقلق، بالعكس كتشعر بأن هرمون ديال الثقة بالنفس وهرمون السعادة يتزايد. لهذا بغيتك أختي الفاضلة الله ينورك بنور الله، ولالة أمينة الله يحفظك بحفظه ويسترك بستره، ربي سبحانه وتعالى يكون لك ولي ونصير. هذا الخوف اللي عندك كتري 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 من قولك لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة. هذه الكلمة الطيبة تعطي قوة في الجسد. شو خبرت تعملش الدواء ديال الأمراض النفسية في رمضان؟ راه الجسم ديالنا والدماغ ديالنا يفرز مواد غريبة، يفرز واحد المجموعة كبيرة ديال الطاقة النورانية في أجسامنا ويؤثر علينا إيجابا. راه الدواء اللي ناقصك راه عندك في الذات، راه في الدماغ. كل ما ذكر الله عز وجل ذكرا خالصا خاشعا يفرز مواد غريبة منشطة وكنتشافوا. أسأل الله الكريم أن يشافيك ويعافيك، أسأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة وبالعافية وبتمام العافية. الله ينورك بنوره للزهرة، الله ينورك بنوره ويجعلك زهرة متفتحة ويجعلك مباركة أينما كنت. وإن شاء الله بقي معنا للزهرة ختم الحلقة ندير واحد دعوة دي الخير وهذه يكون لك فيها أوفر النصيب. اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.